تشتري كلب ازاي من غير ما يضحك عليك؟ هقول لك على حاجه. اولا كل البابيز او كل الاجراو الصغيره شكلها حلو، فانت لو حد لسه مبتدئ يعني او ما تعرفش او عايز تشتري كلب لاولادك هتشوف البابيز كلهم شكلهم حلو، فمش هتعرف تفرق ما بينهم، لان انت عشان تفرق تشوف ان ده بابي حلو او لا لازم تبقى عندك خبره شويه. فانت لازم تشوف الاهالي، الكلب ده ابوه مين وامه مين، دي اول حاجه. ثانيا لازم تشتري كلب معاه شهاده نسب، ما ينفعش تشتري كلب كده، لان دلوقتي احنا الاتحادات سواء الاتحاد بتاع المانيا او الاتحاد الدولي موجودين في مصر وليه ممثلين في مصر، فدلوقتي بنقدر نطلع شهادات نسب لكل الكلاب الصغيره. فانت دلوقتي هتيجي تشتري كلب هيبقى بيدي لك معاه شهاده النسب بتاعته والمايكرو تشيب، تبقى عارف مين ابوه ومين امه، فانت شايف مين ابوه ومين امه، فانت شايف بقى الكلب لما يكبر شكله عامل ازاي. وكل كلب بيبقى ليه مواصفات تانية يعني مميزات عن كلب، يعني في كلب الوانه احسن، في كلب شكله احسن، في كلب دماغه شكلها احلى. لكن اهم حاجه ان انت لازم تشتري كلب عنده شهاده نسب، لان الكلاب اللي عندها شهاده نسب دي معنى كده ان الاهالي عدت على اختبارات وشاف الحاجات كتيره، فالكلب يبقى كويس.